قيس، هل الغرور مقبرة الفنان؟ طبعا أكيد. أكيد. انت اليوم بتواضعك حبيت توصل مساج لباقي الفنانين؟ انا لا، انا عم بكون على طبيعتي، ما عم بوصل مسجات لحدا ابدا. في فنانين مغرورين اليوم على الساحه كثير. اكيد في، احيانا بيجي حدا بيعمل دور صغير بيطلع شوي بصير معروف، بصير راسه ما بعرف كيف. روبرت دينيرو، روبرت دينيرو باي ذا واي كثير حدا متواضع. اكيد. الباتشينو مثلا كثير حدا متواضع. بس هنقولها مثل ما هي، انت ببدايتك ولا مره كبرت الخس براسك؟ بلا، مرقت بهي الفتره لحتى اكون صريح وواضح. كيف تخطيتها؟ اكيد الحياه او مين نصحك تاتا حتى يصغر لك الخسه؟ با اهلي بشكل اساسي. اهلي بشكل اساسي لانه هم بيشتغلوا بهذا المجال، والحياه بتعلمك انه يعني بالاخير في مثل كثير حلو انا مره سمعته بيقول لك الغرور كالطير، كلما ارتفع كلما زغر في عيون الناس. حلو. واو، حلو كثير، حلو كثير. طب بدي اختبرك بهالسؤال تشوف قديشك بتصالح كمان مع نفسك. مين النجم الأكثر جماهيرياً كان بالعام 2017 بالتمثيل؟ أكيد تيم حسن كان. أكيد. برافو. برافو. بالمنطقة اللي هون بين سوريا ولبنان والخليج كان تيم حسن أكيد طبعاً. بالسهل؟ هنيته على المسلسل؟ بهني صديقي طبعاً دائماً أكيد بنهني بعض. يعني ما بنشوف بعض كثير بس بجوز القلوب. أنا كثير لحتى اكون صريح كمان بهالقصة، انا ماني ما كثير شاطر بالتواصل مع الاخرين، بس لما بشوف الناس بلتقي فيهم بعرف كيف اعبر عن مشاعري واوصل لهم الشيء اللي انا حاب اقوله يعني. ففيني استغل هذا المنبر واقول له انه بهني على الهيبه، حتى لو ما التقينا وبعد الهيبه بس بهنيك، هذا عمل كان كثير حلو والناس كثير حبته. هيدا النجم، النجمه مين؟ النجمة برمضان 2017 منى صليبة. إذا ما في قول ما في. ما في حدا عم يخطر ببالي حقيقة. لأنه في كثير كان يعني في كثير نجمات سواء هون ولا بمصر. بس ما حدا هلا عم يخطر على بالي. منى واصف بالهيبة؟ منى واصف بالهيبة. مزبوط. ساعدتني بالجواب. برافو. وجهنا تحية. نادين جيم بالهيبة، نادين جيم بالهيبة. يعني نادين نجيم بالهيبة عملت شغل حلو بالنسبة للدور اللي عملته. أكيد نادين كل سنة عم تعمل شيء مختلف عن اللي عن السنة اللي قبلها. كويس، وين رح نشوفك 2018؟ لحد الآن في مجموعة مشاريع عم نحكي فيها. الشيء الجدي اللي هو قيد التحضير خلينا نقول أو المفاوضات هو لحد الآن مسلسل مع إيجل فيلمز، ورح يكون شيء جديد ومهضوم ومختلف. مين النجم اللي مقابلك؟ ماجي ابو غصن. بس بطريقه لعبنا سوا بيا ريت. نحن هلا الموضوع لسه جديد مثل ما قلت لك مختلف، بس هو قيد التحضير والمفاوضات بالاضافه لمجموعه عروض عم تجيني من مصر، يعني احتمال اكون موجود بواحد فيها. توعدنا تكون نجم 2018؟ ان شاء الله بتمنى. ما بينقص هو نجم اوريدي. خليك ان شاء الله.